بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: سيدات نساء الجنة أربع: خديجة بنت خويلد، وآسية بنت مزاحم، ومريم ابنة عمران، وفاطمة بنت محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل وآل محمد. ونحن في رحاب ذكرى وفاة أم المؤمنين وجدة الأئمة المعصومين وزوجة رسول الله المصطفى صلى الله عليه وآله، السيدة الطاهرة خديجة بنت خويلد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بشفاعتها وأن يحشرنا معها، إنه على كل شيء قدير. نتعرض إلى بعض جوانب شخصيتها وإضاءة هذا الكنز المخفي في تاريخ الأمة الإسلامية. معرفة الشخصيات لا بد أن تدرس في ضمن إطارين: الإطار الأول أن اختيار الله سبحانه وتعالى شخصية لموقع ديني أو موقع استثنائي في الآخرة لا بد أنه يكشف عن ميزات استثنائية في ذات تلك الشخصية، وإلا لا يمكن اختيار هذا الإنسان رجلا أو امرأة لمثل ذلك الموقع المتقدم. مثلا عندما يصطفي الله عز وجل أحدا من الناس للنبوة، هذا يكشف عن أن هذا المنتخب وهذا المصطفى لهذا الموقع الديني يشتمل على صفات عالية جدا لا يشتمل عليها غيره، ويحمل في داخله ذاتا
تختلف عن سائر الذوات لجهة التفوق والتميز، وإلا لو كان حال هذا الإنسان في ذاته وأخلاقه وميزاته وصفاته كحال غيره من الناس لما كان هناك ترجيح لتقديمه على غيره، لما لا ينتخب ذلك الإنسان؟ لو اختير شخص لموقع الإمامة، ولا أقصد هنا المنصب الدنيوي الظاهري وإنما المنصب الإلهي الديني، لو اختير شخص لهذا المنصب فإن هذا يكشف لنا عن أن هذه الشخصية التي انتخبت لمنصب الإمامة شخصية استثنائية فيها ميزات خاصة تحتوي على صفات لا تحتويها سائر الشخصيات، وهذا بخلاف الأمور الدنيوية. في الأمور الدنيوية ليس شرطاً أن يكون المتقدم رفيع المنزلة عند الله، فقد يكون هناك شخص يتقدم على غيره ويتفوق على غيره وهو من أكفر خلق الله به، إنسان كافر ومع ذلك متقدم على غيره في المناصب الدنيوية، سلطان من السلاطين قد يملك من الجيوش ما شاء الله وكلمته نافذة على أقطار كثيرة من الأرض وعلى جماهير كثيرة من الناس، ولكنه في ذاته قد لا يساوي شسع نعل مؤمن، هذا موجود. تاجر من التجار من الممكن أن يستخدم الخداع والغش والمعاملات الباطلة والربا والمقامرة وسائر الأمور ويصبح مليونيرا أغنى من غيره، ولكن هذا الإنسان ذاته ذات سيئة. هذا ممكن في الأمور الدنيوية لأن قانون الأمور الدنيوية قانون كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، لكن المواقع الدينية، موقع النبوة، موقع الإمامة، التقدم في الجنة، هذه المواقع وأمثالها تخضع لقاعدة أخرى وهي: أهم يقسمون رحمة ربك؟ لا، الله هو الذي يقسم، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. والخطأ أحيانا عندما يصير الخلط بين الأمرين، لما جاء نبينا محمد وبدأ دعوته في قريش، قسم من الناس تعجبوا وقالوا: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، شمعنا ما صارت النبوة إلا إلى واحد يتيم الأب قليل المال ما عنده قدرة وأسلحة
قبيلة وجنود وإلى آخره، كيف هذا؟ وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. شوفوا زعيم الطائف منه من ثقيف، زعيم قريش منه في مكة، هذا المفروض ينزل عليه الوحي، على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ لا، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. هذه دائرة الرحمة الإلهية، هذه دائرة خاصة بعطاء الله عز وجل، ما فيها بعد كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، لا، هذه نصطفي أشخاص بعينهم، نختار شخصيات محددة بناء على أن هذه الشخصيات تحتوي على ممالك من الفضل في داخلها، ولذلك يتم انتخابها. السيدة خديجة سلام الله عليها اختيرت من بين هذه المجموعة البشرية مئات المليارات أو أكثر، الله أعلم، ملايين المليارات، من بين هؤلاء جميعا نخبة البشر هم أهل الجنة، ونخبة الجنة وسادتها من صنف النساء هن هذه الأربع: خديجة، آسية، مريم، فاطمة صلوات الله عليهم. خديجة واحدة من نخبة النخب البشرية وسيدة نساء أهل الجنة سلام الله عليها وعلى ابنتها. هذا الانتخاب ما جاء اعتباطا ولا جاء عبثا، وقد فهم أهل الدين هذا المعنى، أن انتخاب شخصية وتقديمها على غيرها في الشأن الديني الخاص لا يمكن أن يكون اعتباطا ولا من غير حساب ولا لأجل أمور ظاهرية، وإنما لأجل اختصاص في نفس هذه الشخصية. جاء أحد شيعة الإمام، جاء أحد شيعة الإمام عليه السلام إلى الحسين ابن روح النوبختي السفير الثالث للإمام الحجة عجل الله فرجه. تعلمون بحمد الله أنه كان للإمام الحجة غيبتين صغرى وكبرى، ونحن في زمان الغيبة الكبرى. زمان الغيبة الصغرى كان هناك أربعة سفراء: عثمان ابن سعيد، محمد ابن عثمان، الحسين ابن روح، علي ابن محمد السمري. هذول كانوا يتواصلون مع الإمام مباشرة، يأخذون أسئلة الناس ويأتون بأجوبة لها، وكان اتصال شخصي مباشر مع الإمام الحجة. لما انتهت فترة الغيبة الصغرى خلاص صارت النهاية لقضية اللقاء المباشر مع السفير الخاص، صارت نيابة عامة، من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه. قضية اتصال شخصي بعد ماكو، سفارة شخصية ماكو، نيابة خاصة ماكو. الحسين ابن روح النوبختي اللي هو واحد من أبرز السفراء، ويظهر من أحواله أنه كان له مرتبة علمية متقدمة جدا، وكان عنده حسن إدارة
راقية للشأن الشيعي في زمانه. فمن جملة الأسئلة اللي طرحت عليه من قبل أحد الشيعة، قال له: ما الذي جعل فاطمة الزهراء عليها السلام وهي أصغر بنات رسول الله تتقدمهن جميعا؟ شو اللي مخلي فاطمة مع أنها أصغر سنا من الباقيات، أصغر من زينب، أصغر من أم كلثوم، أصغر من رقية، شو اللي خلاها تصير متفوقة عليهن، سيدة نساء العالمين، بينما لم يكن تلك البنات لرسول الله لم يكن سيدات نساء العالمين؟ بين قوسين هنا توجد نظريتان. نظرية تقول أن الثلاث الباقيات لم يكن بنات النبي وإنما ربيبات له، وببالي أن أول من ذكر هذا المعنى هو علي بن أحمد الكوفي صاحب كتاب الاستغاثة، كتاب جدلي في زمن المناكفة العقائدية بين السنة والشيعة. فالطرف الآخر المجادل يقول إحنا من فضائل الخلفاء إذا أنتم عندكم علي بن أبي طالب تزوج واحدة من بنات النبي، عندنا واحد تزوج ثنتين فهو ذو النورين فإحنا غالبينكم. فهذا أجاب ذولا أصلا مو بنات النبي، ضمن حالة من الجدل. وتبعه في ذلك بعض العلماء من المتأخرين وكتبت بعض الكتب. هناك نظرية أخرى وأنا أعتقد وفاقا لجملة من العلماء أنها هي الأصح، والدليل عليها قائم، وأظن في سنة من السنوات إحنا تحدثنا عن هذه الجهة، أنه لا، هذه البنات كن بنات رسول الله من خديجة أيضا، وكن أكبر سنا من فاطمة الزهراء عليها السلام، وأنهن لم يكن في الفضل يصلن إلى شيء مما وصلت إليه فاطمة، وهذا هو مقتضى ما نعرفه من القواعد اللي ترتبط بالنبي، مو لأن فلانة بنت النبي إذن لازم تصير عظيمة، ليس كذلك، مو لأن فلان ابن الإمام علي لذلك منزلته عظيمة، لا، العظمة هنا في الشأن الديني كما قلنا مربوطة بموضوع آخر، أهم يقسمون رحمة ربك، الصفات الذاتية لكل شخص في هؤلاء، أما كونه ابن فلان وكونها بنت فلان هذا ما يأثر زايد، من الممكن أن يكون ابن إمام ومع ذلك لا يكون له من الفضل شيء، وابن نبي ومع ذلك يكون منحرف كما في قضية نوح. طيب، المواقع الدينية ترتبط بقضايا في ذوات الأشخاص، وهذا اللي أكده كلام منه الحسين بن روح النوبختي. فهذا يسأل يقول له: كيف صارت فاطمة وهي أصغر بنات رسول الله؟ يعتبرهم بنات للنبي وهذه أصغرهم، ومع ذلك كانت هي الأفضل بينهن، وإلا لو ما كانوا بنات النبي أصلا السؤال ما إلى معنى والجواب ما إلى معنى. قالت: كيف صار هكذا؟ قال الحسين ابن روح وهو سفير الإمام عليه السلام، قال: إنما كان ذلك لفضل إخلاص عرفه الله من نيتها. يعني هذه امرأة
في درجة من الإخلاص فاضلة، في درجة من النية الحسنة التي لا يصل إليها باقي بنات النبي ولا غيرهن، ولذلك ولا غيرهن، ولذلك أيضا تفوقت وتميزت. فإذا الإطار الأول لمعرفة السيدة خديجة سلام الله عليها أننا نعلم أن كل شخصية إذا حصلت على تقديم في الجهة الدينية أو في مقام القيامة كما هو الحال هنا، صارت سيدة نساء الجنة، فإن هذا يكشف عن وجود صفات وملكات في ذات هذه المرأة، في ذات هذه الشخصية اللي جعلتها تكون كذلك، وإلا لم يكن هذا ليحصل، لأن مو قانونه قانون الدنيا، وإنما قانونه قانون أهم يقسمون رحمة ربك. هذا الإطار الأول. الإطار الثاني، تفضلوا سيدنا، تفضلوا هنا. الإطار الآخر، تفضلوا سيدنا، صلوا على محمد وآل محمد. الإطار الآخر الذي يمكننا من التعرف على عظمة هذه الشخصية أن نعرف هذه الشخصية ضمن الظروف الموضوعية الزمانية والمكانية التي عاشت فيها. مثال: لو جاء شخص لك في قضية من القضايا وسألته عن فلان من الناس، فأنت تصفه تقول له هذا إنسان يصلي الفرائض الثلاث، تقول له خب فشنو هذا يعني مو ميزة؟ أكثر الناس الآن يصلون الفرائض الثلاث، وش الميزة فيها؟ تقول له بعد لم يذق الخمر أصلا، تقول هذه مو ميزة؟ كل الناس أيضا اللي فيها المجتمع وفيها المنطقة لم يشربوا الخمر، تقول له أيضا لم يزني، تقول له خب هذه مو ميزة يعني، ليست شيئا استثنائيا. تخلي هذا تروح إلى واحد عاش من صغره مثلا في البلاد الأوروبية، فتقول له هذا الإنسان من عمره 15 سنة وهو يصلي الصلوات في أوقاتها الثلاثة، تقول ما شاء الله في أوروبا ويصلي الصلاة في أوقاتها مواظب عليها، تقول له وأيضا في ذاك المجتمع اللي نعيش فيه واللي شرب الخمر فيه مثل شرب الماء ما دخلت في فمه قطرة خمر واحدة، تقوم له احتراما. عجيب، في هالبلد عايش إلى مثلا 25 سنة 30 سنة اللي الناس في ذاك المجتمع عادي عندهم أمر شرب الخمر، لم يذق قطرة خمر واحدة، هذا يقام له احتراما، تقول له ولم يبني علاقة جنسية محرمة مع فتاة، هنا أنا بعد تقول هذا فعلا محل للاحترام. شنو الفرق بين هنا وهناك؟ هذا أيضا اللي قلته عن ابن بلدك يصلي صلوات في أوقاتها الثلاثة وما يشرب الخمر ولا يزني، ما شفت عندش استثنائي هنا، لكن هناك قمت له احتراما. ما هو الفرق؟ الفرق في البيئة والأجواء التي عاش فيها كل منهما. هذا ابن بلدك عاش في أجواء يعد أمر المواظبة على الصلاة فقط مو ميزة، بعضهم يسأل يقول يروح يصلي جماعة لو ما يصلي جماعة،
يروح المسجد لما يروح المسجد. فأمر الالتزام بالصلوات في أوقاتها ليس ميزة استثنائية في البلد اللي قد أكثر الناس لا يشربون الخمر، مو ميزة هذا بالنسبة إليه. يمكن تسأله زين يدخن لو ما يدخن؟ طيب في أمر الزنا وكذا تسأل أنه زين ولا عنده مثلا ما يغض بصره كذا وكذا، بينما هناك ما تسأل هالأسئلة هذه. الفرق هو في المكان، عندما تدرس الشخصيتين ضمن بيئتهما تجد أن ذلك الإنسان في بلد أجنبي كانت كل الظروف معاكسة له، ومع ذلك تمسك بالفضيلة، هذه مفخرة. هذا الإنسان في بلده كل الظروف تساعده على الالتزام، فليس هناك فخر كبير، نعم ما يصنع، ولكن مو بمثل هذا الإنسان. خلنا ننقل هالصورة إلى ما نحن فيه من الحديث حول السيدة خديجة سلام الله عليها. سيدة خديجة توفي أبوها وهي صغيرة السن، 4 أو 5 سنوات من العمر، إما قتلا في معركة وإما خارج المعركة، خلاف بين المؤرخين لا يهمنا. فنمت وعاشت حسب التعبير من دون أن يكون هناك أب، والأب في العائلة عادة ضابط لوضع العائلة، يحافظ على الأولاد، على الذكور، على الإناث من الانحراف يوجه. أيضا كان عندها أموال كبيرة وطائلة، بحيث بحسب بعض القرائن كما يرى بعض المحققين كانت تملك 10% من الثروة الدائرة في سوق قريش. يعني إذا قافلت قريش إلى الشام 100 ناقة كانت رايحة، 10 منها إلى خديجة، إلى اليمن 100 ناقة 10% منها إلى خديجة، معنى ذلك أنها تستطيع أن تتاجر 10% من الثروة التي تتداول في هذا البلد. امرأة ثرية، شابة أيضا. هذه الظروف ظروف تساعد على التحرر والانفلات. المجتمع اللي كانت تعيش فيه مجتمع أيضا لم يرى هذه الأمور منكرة جدا، قضية إقامة العلاقات، قضية الزنا، ما كان شيء جدا مستنكر. وبعض أبناء بعض بنات القبائل المهمة كنا من ذوات الأعلام في مكة المكرمة، بعض النساء المعروفات بين المسلمين، طيب كما نقلوا أن إحداهن جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لكي تبايع، لكي تبايع، فالنبي لا يصافح المرأة بيده، غير جائز، فجعل ماء والمرأة تجي تضع يدها في ذلك الماء والنبي يضع يده في الجهة الأخرى. هذا نمط من أنماط البيعة مع النساء. فقالت على من بايعك يا رسول الله؟ فقال على ألا تزنين ولا تسرقن ولا تأتين ببهتان بين أيديكن وأرجلكن. فالتفتت إلي قالت يا رسول الله، أو تزني المرأة الحرة؟ بعض الحاضرين اللي كان عندهم شغل وياها من قبل ويعرفون هذه تبسموا، قالوا كأنما لسان الحال، نسيتي أيام زمان، هذه من النساء المعروفات، ومع ذلك إقامة العلاقة الجنسية غير المشروعة كانت موجودة. الرجال أيضا نفس الشيء، قضية أبو سفيان وذهابه إلى الطائف وقال لشخص هناك أصب لي بغيا، أنا أريد امرأة عاهرة، فاختار له زوجة عبيد الثقفي واللي نتج عنها زياد ابن أبيه، القضية مذكورة في تاريخ.
فأنت ترى أن المجتمع لم يكن مجتمعا نظيفا، كان مجتمعا موبوءا، ليس أمر الزنا وإقامة العلاقات فيه شيئا مستبشعا. نعم في فئة الحنفاء هذول كانوا عندهم التزام ديني وأخلاقي ملحوظ، لكن المجتمع العام لم يكن هكذا. طيب امرأة تجي تعيش، ظروفها الشخصية قد تساعد على الانزلاق، أموال، شباب، عدم رقابة. الظروف الاجتماعية أيضا ظروف مشجعة، لم يكن هناك يعني استنكار لمثل هذا الأمر أبدا. في ذاك المجتمع قبل الإسلام عرفت خديجة بنت خويلد باسم خديجة الطاهرة، هذا شيء استثنائي. أن امرأة بعدما جاء الإسلام ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، أنه كان فاحشة وساء سبيلا. طيب المجتمع، كل مجتمع يستنكر هالعمل، لو التزمت امرأة نعمة ما تصنع، لكن هذه ليست ميزة على غيرها، كل نساء المسلمات يصنعن هكذا. أما في المجتمع القرشي اللي كان في تلك الأجواء ومع أجواء مساعدة على الانفلات، على الرذيلة، على الانسياق وراء الشهوة، ومع ذلك مو بس امرأة تعف وإنما تعرف، تعرف بأنها الطاهرة. الآن أنت تصور أن امرأة على مستوى هالبلدة مالتكم معروفة عند كل الناس أنها امرأة في قمة الأخلاق، أنها امرأة عفيفة، هي شقد يحتاج إلها أن تكون متميزة على غيرها حتى يعرفها الناس. كثير من النساء عفيفات وكريمات ومؤمنات، بس أن يعرفن على المستوى الاجتماعي ككل هذه حالة استثنائية. السيدة خديجة سلام الله عليها عرفت قبل الإسلام بأنها خديجة الطاهرة، مع أن كل الظروف والأجواء كانت تساعد على خلاف ذلك. هذا جزء مما يمكن أن يفهم من شخصيتها التي جعلتها سيدة نساء الجنة، جزء هذا، وإلا هناك أجزاء أخرى كثيرة. كانت كاملة العقل، ولذلك ورد عن رسول الله محمد كمل من الرجال كثير وكمل من النساء أربع. هنا أنا طبعا أربع مو للتحديد، يعني ليس إلا، علماء يقولون ليس هناك مفهوم للعدد، يعني لو إجانا خبر مثلا واستفدنا من أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة، لو جاء مثل هذا الخبر هذا ما يناقض مثل هذا الكلام. طيب ليش؟ لأن ذاك في مقام إثبات هالأربع، مو في مقام نفي ما عداهن. كمل من النساء هذول أولهن خديجة بنت خويلد، من كمال عقلها أنها سعت للاقتران برسول الله صلى الله عليه وآله في وقت ردت فيه من تقدم لخطبتها من كبار قريش وزعماء العرب. هذا من كمال عقلها، ترسل إلى النبي صلى الله عليه وآله ولم يبعث بعد بالنبوة في ذلك الوقت، ولكنها كانت تستخبر عن نبي مبعوث ولم تكن ترى أحدا في قريش أو العرب أجدر من رسول الله، من محمد، بأن يكون رسولا لله عز وجل. فقالت وقد أرسلت إليه: إني راغبة فيك لحسن خلقك،
وسطتك في قومك، يعني كونك متوسط في كل الأخلاق، لأن الأخلاق هي وسط عادة بين تطرفين، بين جهتين متعاكستين، الوسط مالها يكون هو الخلق المطلوب. وهكذا كان أن النبي صلى الله عليه وآله كما اختارته اختارها، وكما طلبته بالتالي قبل بها وطلبها وأحبها ووجد فيها كل ما يبتغيه صلوات الله عليه. تتصور عاشت معه اختلاف هنا 23 أو 25 سنة على الخلاف بين المؤرخين. 23 سنة اكتفى رسول الله صلى الله عليه وآله واستغنى بخديجة عن كل امرأة في الدنيا، وعندما ماتت سلام الله عليها لم تستطع كل نساء الدنيا أن تحذف خديجة من فكر رسول الله صلى الله عليه وآله، هي ما موجودة، ولكن خيالها وذكرها وذكرياتها موجودة إلى الحد الذي تعلمون أن بعض نسائه قد سئمت مثل هذه الحالة وقالت ما تصنع بامرأة من قريش كذا وكذا، طيب في كلمات ذم، وقد أبدلك الله خيرا منها، فقال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي حين كفر بي الناس وصدقتني حين كذبني الناس وواستني بمالها حين حرمني الناس ورزقت الولد منها وحرمت من غيرها. حتى هاي قضية رزقت الولد منها وحرمت من غيرها راجع إلى المسألة الأولى، لأنها شيء استثنائي، ابن لرسول الله، ذرية لرسول الله، امتداد لرسول الله، من يمكن أن تصير أم فاطمة الزهراء غير خديجة بنت خويلد؟ من يمكن؟ لأن الأم عندنا في الإسلام ليست قدراً كما يذهب إليه الجاهليون، يقولون الأم قدر تحط فيه شيء بعدين تشيله، نحن لا، نقول الأم مورثة، نصف الجينات الوراثية التي يأخذها الطفل هي من الأم، والنصف الآخر من الأب، وفوق هذا أيضا تتفوق الأم على أنها تحتضنها 9 أشهر في أحشائها، وعلى الأقل 2 سنين خارج أحشائها تربيها تهذبها، تلك الطفلة تنظر إليها أثرها إذا مو أكثر من الوالد ليس بأقل، شنو قدر وشنو مستودع؟ طيب، لذلك تخيروا لنطفكم، لذلك ما ورد في اختيار الزوجة كثير من الروايات، من يمكن غير خديجة أن يكون أما لفاطمة الزهراء صلوات الله عليها؟ من يمكن أن يعطي لفاطمة الزهراء جينات مورثة، أخلاق، تربية، روح، إيمان كما تصنع السيدة خديجة سلام الله عليها؟ بل حتى أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لأي امرأة أخرى امتدادا مع النبي غير امتداد خديجة، بقية النساء لم يرزق منهن أصلا، وهذه لا ريب أنها تدخل ضمن أهم يقسمون رحمة ربك، مو ضمن الحالة العادية، بعض النساء النبي كن قد أنجبن في السابق مو عقيمات،
بعضهن ثيبات، بعضهن باكرات، بعضهن في مقتبل العمر والقوة، بعضهن في منتصف العمر والنضج، مع ذلك كل ماكو إلا خديجة سلام الله عليها. نعم ماريا رزق منها إبراهيم وتوفي مبكرا، لكن الامتداد هو للسيدة خديجة، ورزقت الولد منها ولم أرزق من غيرها. هذه من ميزاتها، مع أن المتعارف عند الناس أنه هذا الأمر بيد الله، هو الذي يعطي مو بإذن، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فهذه كانت من ضمن ميزات هذه الصديقة الطاهرة خديجة بنت خويلد سلام الله عليها، رزقنا الله وإياكم معرفتها وشفاعتها. أعطت كل ما تملك وبذلت كل شيء كان عندها، حتى يتوقف الإنسان عن المعرفة في مقدار البذل، وصلت إلى أنها كما تقول الروايات في آخر حياتها لا تملك سوى ثوب واحد في مثل يوم غد. حسب ما تقول الروايات استدنت خديجة ابنتها فاطمة وقالت لها: بني اذهبي إلى أبيك واقرئي عليه مني السلام وقولي له إن أمي لما بها راحلة. خلص بعد عمرها انتهى. واطلبي منه أن يهبني رداءه يكون لي كفنا. امرأة 10% من ثروة قريش بإيدها، الآن ما عندها إلا ثوب واحد، تحتاج إلى رداء النبي تكمل للكفن ومصدر للبركة. هذا الرداء لامس منكب النبي صلى الله عليه وآله، و كان معه في الصلاة وفي الحرب وفي التهجد، فأصبح مباركا بملامسته للنبي صلى الله عليه وآله. تقول أريد هذا يكون إلي كفن. جاءت فاطمة باكية وأخبرت أباها رسول الله صلى الله عليه وآله بما قالت أمها، فبكى رسول الله. لا ريب أنه ذكر 25 سنة أو 23 سنة من العطاء المتواصل الذي بذلته السيدة خديجة ولم توفر لنفسها شيئا، والمرة الوحيدة اللي قالت لرسول الله أطلب منك هي هذه المرة رداء يكون كفنا لأجل البركة. فجاء رسول الله مسرعا ودموعه تتحادر على شيبته الكريمة. وصل إليها، نظر إليها وهي في آخر لحظاتها من الدنيا، قال لها: يا خديجة بالكره مني ما أرى، يعني غصبا علي، أنا كنت أتمنى إليك وضع أفضل من هذا، بالكره مني ما أرى يا خديجة، وقد يجعل الله في الكره خيرا كثيرا، وهذا الرداء كما طلبتي تفضلي كما طلبتيه. وإذا بالأمين جبرائيل كما في الروايات ينزل ويقول: يا محمد ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك بلغ خديجة عنه السلام، وهذا الكفن من الجنة، يقول الله كفن خديجة علينا، أعطتنا كل شيء والآن إحنا نعطيها كفنا من كفن الجنة. فكفنت خديجة بكفن الجنة ووضع رداء رسول الله عليها. وتستاهل خديجة، تستاهل على اللي قدمت، اللي ما كفين هو واحد بكربل.
اللي بقي 3 أيام على الرمضاء ليس له سوى الرياح الذاريات تسفي عليه التراب، مو خديجة، ترى الحسين. خديجة لو تدري هي أيضا كانت تبكي سلام الله عليه، لأنها كانت حنونة. خديجة لما غب عنها النبي صلى الله عليه وآله، مرة طلع النبي وغاب عنها، دورت ما حصلت فجلست تبكي، فنزل جبرائيل على رسول الله وقال: يا محمد ارجع إلى خديجة فإنها تبكي وقد أبكت ملائكة السماء، ارجع إلها، من تحمل بكاء خديجة؟ زين لو شافت حفيدها الحسين على الرمضة ماذا كانت تصنع؟ حفر قبر خديجة سلام الله عليها، نزل رسول الله صلى الله عليه وآله، تمدد في ذلك القبر، إلى ذاك الوقت ما كانت صلاة الجنازة مشرعة، تمدد في القبر وفسح فيه هكذا على الجنبين بيديه. زين قالوا له: يا رسول الله لما فعلت هكذا؟ قال: حتى يتسع قبر خديجة عليها. نقول له: يا رسول الله ذاك المجروح اللي نبتت فيه السهام أولى بأن يوسع قبره، أين كنت عن الحسين عليه السلام حتى تنزله في قبره وتوسع له في ذلك القبر بأبي هو وأمي؟ ماكو إلا زين العابدين حنا ظهر علموه حسين، والله يعلم بحال دال الجفن والتابوت، لف بباريا وشاء ولم الجسد المقطع يا وجمع جملته وصار، عجب منا على قبره قلبه من شطر شطر، لا قلنا الجسد لما يا وجاب الخنصر المقطوع، الجفين خلاها بجنبه والجسد مجموع، هذا الجسد وين الراس؟ راس على الرمح مرفوع، يتهادوه يا ويلي ومن قلوبهم يشفو، ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقم، اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين، فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح موتاهم وموت الحاضرين، لا سيما المرحوم الحاج علي آل محسن، اللهم تغمده برحمتك وأسكنه فسيح جنتك، إلى روحه وأرواح أسلافه والمؤمنين، رحم الله من يقرأ الفاتحة تسبقها الصلوات.